لا ما كان عندنا والو، قلت زعما نجي هنايا ونقدر نخدم وداكشي، ما لقيتش فاش نخدم والدري باقي عندي صغير، وما تي عارفه جايه من البلاد من العربيه، ما عرفش فاش نخدم والو، وما لقيتش تلقايش تاع النعاس، نعاس اللي بغيتي تنعسي ما كتلقايش كيف تنعسي، والله حتى مزيرين حنا خمسه مزيرين اختي، والله ما كنلقاو كيفاش ننعسوا ولا كيفاش نجلسوا ولا والله العظيم والله ما عندي الدرهم وما لاقياش باش نخلصوا، والله ما عندي الدرهم ودابا هاد المركب باش جيت عندكم دوك الا مسلفه وحق لا اله الا الله. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للملفات والقضايا الاجتماعية والإنسانية. اليوم كنتواجدوا مع نادية. نادية عندها مشكل ديال الجفاف اللي خلاها تضطر أنها تغادر البلاد ديالهم ويجيو لكازا. هذا المشكل الأول. كاين المشكل الثاني، عندها بنياتها باش ما يديروش الهدر المدرسي ويخرجوا من القرايه، اضطرت انها تجي لكازا باش تقريهم، لان كيف ما فهمت في الدوار ديالهم ملي كيوصل التلميذ للسادس صافي ما بقاش عنده القرايه، خاصو يمشي دوار ولا مدينه اخرى. وعندها جوج بنيات، وحده تبارك الله ما شاء الله في اولى ثانوي اولى بكالوريا، والثانيه في الاعدادي، فهذه خاصها باش تكري والاخرى خاصها باش تكري. هما فكروا مزيان وقالوا هاد الفليسات اللي باش غادي يكريو هما بزوج، حنايا نتحولوا لمدينه كبيره ونقيد وليداتي في مدرسه بيان سور ديال الدوله، ونكونوا مجموعين ولو في بيت واحد. الزوج ديالها لا حول له ولا قوه، اولا زوج مريض فيه سياتيك وما كيعرف يدير والو، هو خدمته هي فلاح. كيف كتعرفوا في العربيات ديالنا كاملين بان الابن واخا كيتزوج كيبقى دائما ساكن مع الاب ديالو، وخوتو اللي مزوجين حتى هما كيكونوا ساكنين في نفس الدار، يعني كاملين كانوا ساكنين في واحد نفس الدار، يعني ما كانش عنده شي دار او ارض ديالو او بهيم كيف كنقولوا ديالو او شي مشروع ديالو، كان لا كيخدم باش يعاون الوالد ديالو وكياكلوا مجموعين. اليوم وليداتو كبروا، عرف بان الحمل كبر، عرف بان المسؤوليه كبرت، فاضطروا يجيو لكازا. كازا هاد البعبع هذا اللي ماشي ساهل اي واحد يقدر يجي ويستقر فيه. السلام عليكم اختي نادية. السلام اختي، لاباس لاباس الله يبارك فيك. عاودي لينا كيفاش تضطريتوا انكم تغادروا البلاد ديالكم وتجيو لكازا. اختي انا ما لقيتش السبب الاول. السبب الاول بناتي ما عندهمش فين يقراو تما، حتى يوصلوا للسادس صافي خاصك تحوليهم لشي بلاصه. قلت كي كيوصلوا للسادس صافي خاصك تحوليهم لشي بلاصه باش يكملوا القرايه ديالهم، وانا ما لقيتش فين نحول، ما لقيتش باش نكري ليهم ولا باش نخلص ترانسبور وداك الشيء. اللي كنسمعوا كاين دار الطالبه اللي كتعاون الطالبات ابناء الفلاحين. دار الطالبه اختي خاصك اللي دخلك ليها، خاصك الوسيطه وداك الشيء باش تدخلي ليها، انا ما عنديش اللي غيدخل. دابا انت دار الطالبه ولات بالوسيطه؟ ايوا كلشي خاصك بالوسيطه، انا ما عنديش اللي دخلها ليا، ما عرفتش فين. لقيت كاع الابواب ما لقيت والو، اضطريت نجيبهم هنا زعما قلت نجيبهم كازا هنايا ونكريو شي مميحين ونجلسوا انا وياهم. مجموعين. مجموعين داك الشيء اللي قلت. وملي جيت اختي جاني الكرج. عندكم انتم ما كان عندكم شي حاجه بعدا باش تقدروا تجيو تكريو هنا؟ لا ما كان عندنا والو، قلت زعما نجي هنايا ونقدر نخدم وداك الشيء، ما لقيتش فاش نخدم والدري باقي عندي صغير، وما تي عارفه جايه من البلاد من العربيه، ما عرفش فاش نخدم والو، وما لقيتش والو صافي. جي وليت شاده ولدي وجالسه، والراجل مريض تي عارفه داير سياتيك عنده في ظهره، ما كيقدر يخدم ما والو، وانا تحاككت بزاف وما لقيتش باش نقري وليداتي، وما لقيتش باش ندير حتى شي حاجه، وليت جالسه. ما نمتيش حيت خليتي العربيه وجيتي؟ كيقولوا ما تبدل صاحبك غير بمكرف. وبدلت بصح مع مكرف، دابا ملي جيت هنا وليت كنقول غنخرجهم وغنجلس صافي غنمشي نرجع للعروبيه، ولكن انا لا رجعت ما غنستق مضيعه من القرايه، ما بغيتش حرام
كما تحرمت انا من القرايه. انا ما قريتش ما قدرتش نحرم وليداتي تاهما، بغيتهم يقراو بغيتهم يوصلوا، ولكن الغالب الله ما لقيتش باش نقريهم. بنتك اليوم وصل سنه اولى بكالوريا، علاش غادي تضيعيها؟ يعني واختي لا حساب، ما لقيتش باش نقريهم ستيلو داك الاخر، ما كتلقيش باش تشري ليهم، باهم مريض وانا ما لقيتش باش نخدم وما نعاودش كيختي، واحد الظروف ديالي صعيبه بزاف. فين ساكنين دابا؟ كنا نسكنوا في الهراوين، في العشوائي في الهراوين، كاريه غير واحد البيت صغير ما كيهزنيش انا وياه، حق الله اختي ما كيهزني. حنا خمسه الناس وصغير بزاف، واللي بغى يجي يشوف تيجي حتى لعندي ويشوف بعينه. شحال كاريه هذا البيت؟ كاريه ب 13000 اختي، صغير وخير، شقاي فيه، طيبي فيه، تنعسي فيه، كل شيء فيه. وانا ما نكذبش عليك، تحاككت بزاف وما عرفتش اش غندير. والله ما الكواليس قالت لي بنتك كنبغيو نحفظو. الجيران كيفاش خاصك تفضوا على الجيران، وخاصك تيا كيفاش شقاي، وكيفاش واحد باغي ينعس واحد باغي يحفظ والاخرى عندهم الحفاظه، والكتب ما كيلقاوش فين يكتبوا فين يحفظوا. وانا فعلا نيت ما كتلقايش، نعس اللي بغيتي تنعسي ما كتلقايش كيف تنعسي. والله حتى مزيرين حنا خمسه مزيرين اختي، والله ما كنلقاو كيفاش ننعسوا ولا كيفاش نجلسوا. والله العظيم ان شاء الله يكون خير، انا متاكده. اختي ناديه انا متاكده بان كاينين قلوب رحيمه. انت شوفي انت الكره بقى كاين 3 ايام دابا، والله حتى والله ما عندي الدرهم لي، والله ما عندي الدرهم وما لاقياش باش نخلصو، والله ما عندي الدرهم. ودابا هذا المركب باش جيت عندكم دوك الا مسلفه، وحق لا اله الا الله الا مسلفه، نيت باش جيت وما عنديش الريال دابا، وغير تسلفت باش جيت وما عنديش المركب. وداك ما كيجاني مول الدار صافي، كان مريض انا ملي كيقول لي شهر وصال. وداك الشيء جاتك الدار بيضاء غابه، صعيبه غتي بزاف، صعيبه بزاف، ما كاين والو، لا كاين فين دوزي ولا فين، ما عرفتش انا تلفت. انا جيت لواحد من المشاهدين غادي يقول لك علاش خليتي دواركم والعروبيه ديالكم وتحولتي. انا تحولت اسيادنا، انا غنقول لكم هذه راه اضطرات راه على قبل وليداتها باش يقراو، سينو كانوا غيبقاو تما ما غيقراوش، غيوصلوا للسادس وباي باي. السلام عليكم. شنو تبغي تقولي للمسؤولين اللي عندكم تما في البلاد يديروا شي حاجه لهاد الوليدات هادو ديال الكوليج والليسي؟ خاصهم يديروا للوليدات فين يقربوهم عند والديهم، ما يخليهمش بعاد. مساكن كاين اللي ما لقيتش باش يكري ليهم ولا باش يديروا لهم شي ترونسبور فابور وداك الشيء باش يمشيو للوليدات ويجيو. دابا مساكن شي موفر كنتي غادي؟ لا كون كان مفبر ليا تما انا ما غنجيش هنا، ما نجيش نقري وليداتي تما ونجلس بعدا ما عندي لا كرا لا والو، واخا الحاله ضعيفه وداك الشيء وما عايشينش مزيان، بعدا كت تقري وليداتك يكونوا حداك وداك الشيء. هذا الشيء اللي ما قدرتش نحرمهم انا من القرايه. ومني جيت انايا تعذبت بزاف، ما نعاودش لك، كتعرفي كتفيقي ما كيبان لك ما ديري، ما كتلقايش حتى فين كدوزي النهار كيفاش كدوزي، ما نعاودش لك اختي، صعيب عليا بزاف. ما كيلقاوش ما ياكلوا، ما كيلقاو فين ينعسوا، ما كيلقاو فين يجلسوا. واش نقول لك اختي، تكرفس بزاف انا وليداتي. اش كتصرفوا دابا؟ والو اختي والله نطالع الله. انا بعض المرات كنمشي نشقى على شي مرا ولا شي حاجه بحال هكا من تما، كتدور معاك باش تقضي معاهم خشوت البيض وداك الشيء باش ياكلوا وصافي. واش اللي كاين اختي، واش اللي باش عايشين على قد الحال وصافي. زوج ديالك اليوم مريض؟ مريض اختي، كان عنده سيادتك وما كيقدرش هو يمشي يتعاوب وداك الشيء. ومن اللي خرجوا منه حد الشركه كانت خليها، من نقصوا من كورونا جلس من تما جلس. الشركه ديال اش كان كيدير؟ سيكوريتي. الشركه كان سيكوريتي، كان عساس بحال هكا، هو واحد ما كيقدش يهز الثقل وداك الشيء على داك السياتيك اللي في ظهره. وملي جلس من اختي ما عطاو لا تعويضات لا حتى شي حاجه، وبقى جالس راه صافي، هو جالس ما بقى خدام ما والو. قال لك انا ما غنقدرش نمشي للثقل نهز الثقل ولا نمشي نخدم بحال هكا في هذا الشيء ديال البنية. اختي شنو كطلبي اختي ناديه؟ كنطلب من الناس والمحسنين ويحنوا فيا ويشوفوا ويديروا الحساب ديالي، الله يجازيهم بخير، الله يرحم ليهم الوالدين، والله يجازيهم بخير، يتعاونوا معايا على الوليدات. ما قدرش نحرمهم من القرايه، وما كاينش في مساكن فين يحافظوا ولا فين يقراوا، ولا بغيتهم يتعاونوا معايا غير على شي مميحين، لا قدر عليا شي مميحين، لا قدر على شي حاجه، لا قد على شي حاجه تعاون معايا بها، الله يجازيه بخير، والله يرحم ليهم الوالدين. انا كنتمنى غير شي مميحين خا على قد الحال اللي جاب الله، المهم يكون شي الكرا ديال الكرا. انا من كيجي مول الدار كيدوقوا عليا، ما كنبقى ما ندير والو اختي والو. انا بغيت غير شي مميحين على قد الحال اللي باش ما سخاهم الله، يشيروا لي غير شي مميحين باش تقرا انا وليداتي وفين قوا فين يحفظوا فين يكتبوا. وهادشي اللي كاين اختي، الله يحفظك والله ينصر سيدنا والله يخليه لينا والله يطول لي في عمره.
والله يحفظ هو الأسرة ديالو والله يحفظ المسلمين جميعا. وكلشي اللي كنطلب اختي والله يحفظكم والله يجازيكم بخير اللي قد على شي حاجه يتعاون معايا. راني ما الرساله ديالك واضحه. كنتمنى انا القلوب الرحيمه تسمع الاخت ديالنا ناديه. نبغي نقول لكم باللي بنتها تبارك الله ما شاء الله راه في اولى بكالوريا، النقاط ديالها ما شاء الله، ما نبغيوش هاد الدريه تضيع، ما بقى ليها والو الباك وها هي وصلات وتمشي ديك الساعه لافاك تخدم وتقرا اون باراليل ماشي مشكل، وتعاون والديها. وكاينه الدريه اللي باقا في الكوليج، هاد الام هادي اليوم ما تطلب والو، كتطلب غير ان وليداتها يكونوا في واحد المسكن. كيسمى سمعتو شي حاجه اللي كتحز في القلب، ناعسين مكمشين، تصور نتايا النعاس اللي هو فيه الراحه ديالك ما غتنعش مرتاح. الزوج ديالها راه لا اله الا الله ما قادش يهز تقل، راه في سياتيك هو راه ما قدرش. الا كانت شي خدمه ليه كاع حساس هو مستعد. فانا اليوم كنطلب منكم اللي قدر بشي حاجه يعاون ناديه والعائله ديالها وخصوصا الوليدات ديالها. وإلا كانت شي خدمه لراجلها بحال هكا بحال عساس ولا شي حاجه اللي ما تكونش فيها تقل هو راه مستعد. وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم، وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.